الاجتماعي التعزية بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يجتمعون لها، مع أنه أحيانا يصحبها من المنكرات أشياء كثيرة. فلا تحضر الاجتماع ولا تفتح بابك للاجتماع. ومسألة إن فلان يغضب أو لا يغضب لا عبرة به، ما دام هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثم إن في فتح الباب للتعزية إشعار بأن أصحاب المصيبة ما رضوا، كأنهم يقول للناس: يا أيها الناس إيه تعزون. وفي الله عز وجل عزاء من كل هالك، فأرى أنه أن تقاطعها، ومن هجرك أو قطع صلتك فالإثم عليه، أنت لا تهجره ولا تقطع صلته والإثم عليه.